صحيح. ظافر يا هلا، رسالتك في الحياة ولمن توجهها؟ عندي عدة نقاط، ببدأ بالأولى. عطنا. اللي هو أحسن النية، لأن في الزمن هذا زمن يقول مثلا الشيطان يقول هذا الإنسان مصلحجي، هذا مثلا الوقف هذا ما هو بأنهم يعني مثل تقول هم بيسيرون المال في الجهة اللي يقولون عنها وزي كلام كثير شكوك. فأحسن النية، بس ما هو بأحسن النية فقط، أحسن النية لوجه الله، أحسن النية لوجه الله. نعم. هذا أولا. ثانيا، هل مسك شيء بسبب كذا؟ نية كيف أحد أساء النية فيك، أساء الظن فيك؟ لا بالعكس، هذا الشيء استفدته من كتاب شيخ العريفي أهدى لنا، وأنا قاعد أقرأ فيك. أي اللي. كتاب شو اسمه؟ استمتع بحياتك. أقسم بالله محمد العريفي، محمد العريفي، وصلت النص للحين ما شاء الله. استمتع بحياتك والله، أنا أعطيك رسائل منه يستأهل. كل ليلة يا أبو يقرأ الرجال، الله يوفقه ويثبته يا رب. جعل استفيد. كل كتاب جديد هو سلمنا يا الشيخ، جاب هدية الله. وجعل استفيد منك. نعم. الرسالة الثانية، التدبر والتفكر في كل شيء. ما يكون الإنسان عجل. يا سلام. تدبر، تفكر، روق. الحاجة الثالثة المهمة، إن يكون بعض الدين، بعض المعلومات، بعض الأسر ما يطلعون ولا يتمشون ولا يتنفسون ولا يفلونها ولا. لا يا حبيبي، خليك في الأسبوع لو مرة تمشي، انبسط. أيوه. فلها، طلع أهلك، استمتع يعني بحياتك. إيه طلع أنت. نعم. استمتع بشخصك أصلا. والرسالة المهمة، بعضهم يربط سعادته بأشخاص، يقول أنا ما أستانس إلا الأشخاص الفلاني أو الشخص الفلاني. لا، لا تربط سعادتك أحد، أنت تصنع سعادتك. لو كنت لحالك اصنع سعادتك، روح انبسط في الله، وأنا أخوك ورسائل كثيرة، لكن هذه الزبدة. الله يفتح عليك ويطول عمرك ويبارك فيك. وياك إن شاء الله. محمد وهيبي، انتصف الليل. أوه، تبي نختار واحدة غيرها؟ لا حلوة. يلا. انتصف الليل وملأ الظلمة أمطار، وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. انتصف الليل وملأ الظلمة أمطار، وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. الشارع مهجور تعضل فيه الريح، تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح، تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح، وتظل الطفلة واقفة عند الفجر حتى يخب الإعصار ولا أحد يدري. في منعطف الشارع في ركن مهجور، حرست ظلمته شرفة بيت مهجور. ظمأ ظمأ بالنوم ولكن لا نوم، ظمأ ظمأ بالنوم ولكن لا نوما، ماذا تنسى البرد الجوع من الحمى، ماذا تنسى البرد الجوع من الحمى. ضمت كفيها في ظمأ في أعجاز، وتوسدت الأرض الرطبة دون حراك. انتصف الليل وملأ الظلمة أمطار، وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار. الشارع مهجور تعضل فيه الريح، تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح، تتوجع أعمدة وتنوح مصابيح. آه الله عليك، الله عليك، الله يوفقك، الله يسعدك، ما شاء الله ما شاء الله. لا والله ما شاء الله. صورة آسرة من ظفار في سلطنة عمان. سلام.
يا لا يا لا 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 يا الله يا لا يا لا لا يا لا لا يا الله يا لا يا لا لا يا لا لا يا الله يا لا يا لا 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 يا الله يا لا يا لا 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 يا الله يا لا يا ربي لا تزل. ما شاء الله ما شاء الله. شو توريد خالد حبيبي؟ في سؤال لكل الشباب كلهم. أوكي. الاسبوع ذا وش في بما انكم خلاص ما عاد لا في برايمات ولا شيء، وش تبي تسوي الاسبوع ذا من مشاريع بسرعه غير مشروع اللي عندي يا حبيبي باذن الله؟ طبعا اللون هو يسمونه لحظه شو وضعك انت؟ شو وضعك انت؟ يتلذذ واحد قلد واحد من الشباب يتلذذ بالشاي مو يشرب كيبي. كيف يشرب؟ ما يشرب كيبي. من ايه والله يا شيخ فارس راح الله يسهل عليه انت ربي خير كان لعله خير له. اي نعم ان شاء الله راح محبه الناس دعوات انا راح اقدم انا جبت الفكره كامله لكن ما استغني عن الشباب كلهم ايوه اللي بيكونون معي اللي هم من اساس الجنوب اللي بكون انا وظافر الشهراني ايوه وزياد الشهري وعبد الله الجميري وحبيب قلبي فارس القحطاني لكن فارس القحطاني افلح بنضيف الشباب معنا في نفس العرس. حلو. قسمنا العرس كامل الى قسمتوا بينكم يعني الى ايه بتشوف ان شاء الله اليوم. طيب حفل. طيب شلون عرس كامل بدون عروس؟ خليهم يسوون دعايه. خليهم يسوون دعايه على العرس اليوم ان شاء الله بعد مسابقه زد رصيده غير هنا اسويها. ايه قدام في 700,000 كاميرا عرفت؟ تبين نجيبها الرياض لما القرية؟ اي لا ان شاء الله باذن الله اليوم حيكون في عرس مختلف جدا. طبعا بيكون فيه حتشوف انا ما ابغى احرق. طيب لا تحرقها هذا اليوم ان شاء الله باذن الله. طيب عرس بعدها باذن الله بعد يومين حقدم فقره يكفي هجران اللي ابطت جدا انا كنت اقدمها لكن ما جاء له وقت. عاد يقولون دائما باخر اسبوعين الناس طبعا يبون الحيويه السواليف والعلوم لكن انتم تطبخ اللي في روسكم كلها تجي الفقرات هي تمشي مليون يا شيخ. ما هي فقرات هي ترى يعني لمسات حقت الجنوب ما تعتبر فقره ممكن زي تعتبر زي حاجه حلوه مسليه لل ازياء وما ازياء ان شاء الله. وانت ايش عندك؟ والله انا عندي انا ما هو العرس اللي عندي انا بتكلم فتره الجايه مسوي مجهز فقره الشباب حلو اتكلم فيها فقره يعرفون فيها الشمال او منطقه الجوف بشكل اخص بشكل اخص الاخص عن القريات إيه؟ كتاريخ طبعاً القريات تابعه لاماره الجوف تابعه منطقه الجوف نعم تابعه منطقه الجوف والجوف بينها وبين القريات كم 380 كيلو وبينها وبين عرعر كم 400 كيلو إيه؟ وعرعر عرعر الحدود الشماليه الحدود الشماليه عرعر نعم إيه امارتها مستقله عن إيه اماره مستقله غير هي منطقه غير الجوف نعم هي منطقه والجوف منطقه. فاقول لك ان شاء الله راح نقدم لهم حلقه ان شاء الله تكلم فيها عن القريات وعن كذا لان حتى الزوجات يعني خالد ممكن عندهم الطابع الاغلب ليش في فرق؟ سؤال يا مخلد ليش لهجه اهل الشمال لذيذه؟ الله اكبر من لذة ليش يا اخي وبعدين ليش اهل الشمال صدورهم وسيع وخفيفين وتتقبلهم بسرعه يا اخي؟ انا تروح العرعر الجو السر بالهواء الغربي طال عمرك ايش؟ الهواء غربي لهب هواء غربي ولا هواء شمالي؟ من بلاد لا غربي هو شمالي عندنا بالنسبه لنا يعتبر من الغرب شلون بالنسبه لك احنا شمال ايه ساخن لا تجي ساخن لا يجي بارد اوكي نحن غربي معنا ساخن ونفوسهم طيبه والاجواء حلوه هناك ما شاء الله طبيعي تاثر واحد اليوم جايبين بالملاك. اليوم جايبين ديره عن القريات يقولون ما ادري عن طريف عن طريف 70 كيلو جايبين منطقه كلها جليد الله طبعا في موجه الان موجه برد جايه الله يستر وامس الله يستر امس الشمال والاردن الاردن يقول لك جتهم سيول امس امطار ما شاء الله صحيح والله اهلنا طبعا ترى لكم مشاهدين كثير في الاردن الله يرزقهم نشكرهم كثير ونقدرهم وسيم ما قد جاء البرد وش الان تونا البرد باقي يروح ويجي البرد عندنا انا يبس هنا تو ما خلص برد الحين تو على رقم فضنا هنا تو
قريب ابو وسيل الاردن جايها سيول او ثلوج والله امس ثلوج وما ادري شلون جايه مقاطع انتشرت امس من الاردن والشمال بعد يقول امطار القصيم الظاهر بعد انا ما ادري ارسلوا لي مقطع بالواتساب طبعا الشمال بشكل عام بس انا ما ادري وش الدير اللي جاها مطر ولا الدير اللي ما جا ما ادري والله ما متاكد يعني. والله كل سنه تزيد ترى كل سنه اللي كل سنه تزيد كل سنه منطقه تزيد. قريبه من طريف 70 كيلو عن طريف يقولون شو اسمها ما حدادي مدري الحديده مدري الجديد مدري والله اني ما ادري حديثه ايش اسمها حديثه هذه قريبه لا حديثه منطقه حدوديه بين الاردن والسعوديه قريه هو مركز الظاهر هي اجل جايبين اقول لك الارض جليد هو عاده انا حسيت نفسي قلت وين حنا بنظف الاغراض من هناك نظفت كل شيء والله الذي لا اله اني نظفت كل شيء عاد قلت يعني. عالم غيب وشهاده الله والله الذي لا اله الا هو وش هذا الرحمن الرحيم محمد انت قبل شوي كنت جبت طاري الربا الكبيره العظيمه دي من كبائر الذنوب فيبدو لي عندك رساله تبغى توصلها اللي ياكلون الربا اللي يتعاملون بالربا وش هي الله سبحانه وتعالى يقول فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني لأكلين الربا لا في سورة بقرة تقريبا ولا تأكلوا الربا لا تأكل أموال الله ورسوله يعني راحوا ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل لا يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين نعم طيب صراحة نشوف الربا سبب أيضا من أسباب تدمير العلاقات الزوجية والأسر. سبحان الله شيء لان يعني تروح البركه من البيت حقيقه نعم الربا سبب رئيسي في زوال البركه من البيت والجسم ينبت على السحت ينبت على 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 الحرام ايه على الحرام النبي صلى الله عليه يقول ايما جسد نبت على السحت فالنار اولى به صحيح وانا صراحه شاهدت كم اسر كم عائله تفككت بسبب الربا يعني الربا صراحه الله يعني اذن بحرب فوق سبع سماوات نعم تخيل ان هذا الشخص يعلن الحرب بينه وبين الله اعوذ بالله ايش يعني ايش الله يكذب ايش والله الناس والناس بعض الناس تهاونت والله تهاونت والله بعض الناس تهاون يقول اقل الربا ان يزني الرجل بامه تحت استرك اعوذ بالله يعني تحت استرك هذا يقول درهمين او درهم تقريبا درهم ربع يعادل شخص وقولوا الحمد لله ترى يا جماعه هذا انا اشوفه يا اخوان ترى بعض الاحيان الله يوفقك لطاعه يبيلك الخير صحيح. وبعض الأحيان الله يأكلك لنفسك فما لا يبالي رب العالمين بأي وادي تهلك رجل اللي يبارز الله بالمعاصي والذنوب ويخطئ تشوف كل النخطئ ما في حد ما يعصي الله صح. ما في حد ما يخطئ كلنا نذنب صلى الله يغفر لنا النبي صلى الله ذكر في الحديث القدسي أن الله يقول لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهبت بكم وآتيت بقوم يذنبون فيستغفرون صح. فالذنب حاصل صح. لكن الاستغفار والتوبة عشان كذا اللي يأكلون الربا نقولهم توبوا إلى الله وأوقفوا الحرب مع الله من يطيق حرب الله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم الله يقول فأذنوا بحرب من الله من الله ورسوله وإن تبتم شف فأذنوا بحرب من الله وإن تبتم يعني لاحظ أن الله ما ربطها بالاستغفار فقط إنما ربطها بإيش بالتوبة التوبة أن تعيد لا تبتم من جديد قال بعد الله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لاحظ الله قال لا تظلمون تظلمون إن الربا إيش الربا ظلم ان الربا ظلم ظلمت نفسك وظلمت غيرك صح الله يفتح عليك وتزكي طبعا بعطيكم معلومه بس بسيطه اللايكات ما شاء الله تبارك الله انتم